مش انت اللي ورا كل ده يا سناء؟ بقول لك يا صفوت، لما تخش لعبه خليك قدها، ما تقعدش تولولي زي الستات كده. طب انا كنت مغفل، بس الموضوع ما يوصلش ان انت تدخليني السجن وانا مظلوم وتورطيني في جريمه قتل. ادخلك سجن ليه ان شاء الله؟ هو انا اللي كنت على علاقه بحبيبه؟ لو على علاقات انا ايه ما عدت لك يا روحي؟ وكلامك ده ملوش غير معنى واحد، ان انت ومجدي اتفقتوا ان انتوا تسلموني العشماوي. ما تهونش عليا يا حبيبي، بس ما دام وصلت انك بتشك فيا فانا هخلي مجدي ينسحب من القضيه، وتبقى خلي بقى المحكمه يا سيدي تشوف لك محامي تاني يترافع عنك. انا اسف، حقك عليا، بس خرجيني من هنا. بتترجاني دلوقتي يا دكتور صفوت؟ ما تخافش، مجدي هيخرجك، بس تعمل اللي عليك. اعمل ايه انا؟ اعمل ايه اللي في ايديا ممكن اعمله؟ احنا مش محتاجين منك حاجه يا صفوت، احنا كل اللي محتاجينه منك الابحاث اللي كانت شغاله عليها حبيبي، واعتبرها يا سيدي كارت خروجك من السجن.